نعم. إسحاق شيخ غفر الله لك، بالنسبة ما هو القول الصحيح يعني في قراءة الحائض القرآن من دون مس؟ في ايش؟ قراءة الحائض القرآن من دون مس. اي نعم، الراجح عندي انها تقرأه عند الحاجة، مثل الأوراد او التدريس او الدراسة، واما للتعبد فلا، لان العلماء مختلفون في هذا. واذا قرأت فمن العلماء من يقول هي آثمة، ومنهم من يقول هي مثابة، وداء المفاسد أو لم يجلب المصالح. حتى بالتعلم، إذا كانت تتعلم لا بأس، تعلم لا بأس، إن هذا حاجة.